يكون عنوان زبونة. ايه وكل شي بيصير. وليش بجيبته؟ شو بك؟ ممكن ما يكون في شي. ايه ممكن. وممكن يكون في شي. لو سألتي لمين هالعنوان ومين سعاد؟ رح يقلي. ما رح يكذب عليكي. بس كذب من قبل. طيب وقتها ما كان في شي سيء وانت بتعرفي. صح. بس ليش عم يعمل معي هيك؟ انا برأيي ما عم يغلط. برأيك بس. الأحسن هو هاد. اطلعي إذا بدك قلبك يرتاح ويتطمن هاي العنوان معك. روحي تأكدي من الموضوع. أهلين عايدة. أهلين فرن. شو وينه مؤيد؟ اشتاق لبنته. كان مزعوج عصب وفشخ الأوراح. وانت تأخرتي. يعني عايدة مؤيد خبرني شيء عن كنان. صح. رفضتي مو هيك؟ شو رأيك؟ قبلتي؟ شو ما كان لازم اقبل؟ طبعا. شو بدك بهالزمن؟ انت قديش الك بتعرفه؟ ما في داعي اعرفه. مبين. بالنسبة الي اخذت قرار. حتى لو ما بتوافقوا قراري واخذته. وكمان انا ما بصدق انك مهتم باللي بحس فيه. بقدر فوت؟ معك حق. بعرف انه كسرت بخاطرك بس مو السبب اني ما بهتم فيك. أنا الناس اللي أقرب بحياتي إلى كتير لأنه أنا هيك ردت. وأنت كنت شاهدة على كل اللي عشته بحياتي. كنت جنبي دايما. أوكي صارت شغلات مو منيحة بس كمان عشنا كتير شغلات حلوة. بعرف أحيانا كنت تعصبي علي شوي وأنا بعصب عليك بس ما بعدنا أبدا لأن أصدقاء حقيقيين. أنا ممكن أزعجك وزعجتك بس ما بسمح لحدا إنه يضايقك. عايدة هي هي طبيعتي. ما بقدر أعيش بدون ما أتدخل. وأنت بتعرفيني منيح لهيك لا تواخذيني. لا تزعلي. بعرف وبحب يكون عندي صديق حقيقي مثلك تماما. تعا ممكن تروح على اليمين؟ تمام عندك على اليمين لو سمحت. بكرم تفضل. معوضين
لوين ادخل؟ رح شوفك بحياتي ما فقدت الأمل. عرفانتك رح تجي. اسمعي، انت أكيد غلطانة. انت هي، انت بنتي مطر. ايه انت بنتي مطر. تعي أدي، تعي يلا. أنا اسمي مو مطر، أيلول. بس أنا متأكدة شفت على صورتك بالعرس، كنتي لابسة فستان أبيض بجنة. انت وين شفتي صورة عرسي؟ ورجوني ياها بالملجأ. لما شفتك الفستان الأبيض انبسطت كتير. ليش رحتي على الملجأ؟ رحت وانبسطت، شفتك عروس وشفت زوجك كمان محترم كتير. كنت بدي خبي عليهم مين أنا، هنن قدروا كشفوني، ما زبطت. أي ملجأ هاد؟ يعني ملجأك هنيك شفت صورتك، ورجاني ياها السيد المدير. بابا المدير؟ طيب لكن شو السبب؟ ليش رحتي لعني؟ شفت إعلان بالجريدة. إعلان؟ هات. لما شفته للإعلان ما تأملت كتير، تلبكت، لأنه الأسماء كتير عم تتشابه. أنت اسمك خديجة؟ وهذا الاسم؟ اسم أبوك. طيب وينه؟ مات. لا تبكي يا نازل، الأكل جاهز، يلا تعي كلي. تمام، بس أيلول لوين راحت؟ هلأ بتجي، تعي يلا. يلا حبيبتي. طيب يلا. أنا كمان حبيت أتأكد ليطمن قلبي. فرجوني هي، وقلت هي هي، عرفت فورا طفولتك هي نفسها. هي صورتي؟ اي نعم. تملكت حالي بصعوبة لما شفتها، مشان ما اقول هي بنتي، لانه عشت شغلات سيئة هنن ما بيعرفوها، لهيك اكيد رح يظلموني. بعدين هداك البيك قال لي هي مرتي، فرحت أكثر ما بتتصوري. بنتي، بنتي لسه عايشة ومتزوجة كمان. لا شريكي بالمكتب، لو بعرف اجيت ركض. رحت شفت بنتي الصغيرة، ما تعلمي تساوي إشارة النصر بأصابع الصغار ليك هيك. الله ما بينشبع من حديثك. أي شو سويتو يعني الموضوع على أيلو؟ مو كتير، لقينا قرايب لألا سعاد خانو. إيه منيح. وشو هالسنين ما فقدت الأمل أبدا، قلت أكيد رح يجي يوم ولاقي بنتي. ما عندي. بعرف الموقف صعب،
بعرف شو عم تحسي. من وين بتعرفي انا شو عم حس؟ بنتي. انا ماني بنتك. عمري 25 سنة. هيك بعد كل هالوقت تطلعي بتقليلي انا امي؟ وبهالسهولة؟ لا مو سهلة بعرف. ما بتعرفي؟ انا لما تركتيني بالشارع ما كان عمري شهرين؟ تركتيني تحت المطر ورحتي؟ ما فكرتي اذا بموت ولا رح يصير لي اي شيء؟ انا انتظرت بعيد وراقبتك. بشكرك كنتي عم تراقبيني وانا عم موت. راقبتك لحتى يجي حدا ياخدك. راقبتيني؟ راقبتي كيف بنتك عم تبرد قدام عيوني؟ يعني ما اهتميتي؟ شو كنتي عم تراقبيني؟ كيف تخدر وشي من البرد وبطلت اتحرك؟ برأيي قطعته لهلا كتير، بس المرة هي سعاد. ايه لازم ما تتركوها، اكيد الحل معها. مزبوط. اصلا عرفت عنوانها، هي ما كان بدها تعطيني اياه بس انا لحقتها. غريب، وليش ما قبلت؟ المرة خايفة من زوجها، يعني معها حق. ايه وهلا شو بدك تسوي؟ رح استنى تتصل، اذا ما اتصلت ببقى بروحي. بس ما بعرف قديش بدي ضل مخبي عن ايلول، لانه هي عم تشك فيني. تخانقنا شوي، صاير عصبية. شي عادي، قلت لك انه ايلول ما بتصدق هالكذب. على كل حال اتصل فيها. ايه نعم، اتصلت اكثر من مرة ما عم ترد. صدقيني ما كان عندي حل تاني. ليش فهميني؟ صار الانقلاب، الحياة تعقدت. أبوك كان مشارك بالمظاهرات الطلابية، كانوا ملاحقينه، هرب فترة طويلة بس بعدين مسكوه حطوه بالسجن. ما كنت بعرف وين حطوا أبوك حتى. شو اللي صار له؟ ضليت أنا وطفلة عمره شهر حاطط طبل حضني، ما كان لي حدا، رفقاتنا كلهم تاركينا، دخلوا السجن أو هربوا من البلد أو توزعوا بمناطق بعيدة قومت فترة. بس الشرطة كانت عم تدور علي، كنت صغيرة، خفت كتير، ما كنت عارفة شو رح يصير. كل شي وارد، ممكن ادخل السجن وممكن فوت. ما رضيت انه تضلي معي ابدا، وما كان لي اي حدا اتركك عنده يا بنتي، ما كان في محل اقعد فيه، انا اضطريت انه اتركك. الواحد كل ما غلط بيقول انا كنت مضطر اعمل هيك، وبده كل شي ينغفر له. من ملجأ كتير سمعت هيك، وسمعت أسوأ كمان، لهيك ما عاد أقتنع أبدا. أنا ما عم أشرح لك مشان تسامحيني، أنا بدي إياكي بس تفهم يا بنتي، بدي تعرفي شو هو السبب اللي خلاني أتركك وبعد. عانيت، انقهرت، تعبت، بعدين شفت صديقة خبتني عندها كم يوم بصعوبة، قعدت بأبو كان معتم كتير، ضليت وحيدة جوعانة بردانة خايفة، ما في بإيدي شيء، لحتى أجت فرصة أخذ قرار. قاسي هو كان لازم أترك البلد، بس في خطورة أنمسك فيها، وإذا مسكت وأنت كنتي معي كانت حياتك رح تكون بخطر مثل حياتي. معك حق، أصلا كلكم مظلوم. أنا كان بدي إياكي تعيشي يا بنتي. إيه أنا هلأ عايشة عم أتنفس، بس ما بيكفي يكون الواحد عايش، ما بيكفي.
تطلعي بعيوني. شو شايفة؟ أنا بقول ولا شي، ما فيهم شي. يا ريتك يا أميتا اخترتي الموت معي ومتت حتى، ولا إنك تتركيني. مؤيد لازم روح. لوين؟ بدي اشوف ايلول. ايه روح، بس شرحت لها؟ ما بعرف كيف بدي اقلها، لسه ما مبين شيء. صحيح، المهم انك تتصرف بشكل طبيعي. الكل بيلاقوا مبرر ليرموا ابنهم بالشارع، الكل بيخترع ميتوا ألف كذبة لحتى يريح ضميره وبس، الكل بيعرف شو يلي بعزي الولاد هيك أحسن لهم أريح لهم، بس المهم نضحكهم ونلعبهم وما نقهرهم ونكون دايما جنبهم. هيك هيك بحس الولد، هيك بندف لأنه طفل بيحتاج حدا يحسسه أنه عم يهتم فيه، بس أنا وغيري ما بنطلب لسبب واحد، إنه ما بنعرف هالشغلة. أنا محظوظة لأني تربيت بملجأ حد كل الناس بتحبني فيه، عشت كتير أيام صعبة قدرت اتخطاها بس بوجع، شغلات صغيرة بس كتير مهمة بالنسبة إلي. انتي ما عشتي شي منا معي ولا حتى حبيتي، انا كنت دايما لحالي. كان في وقت للنوم وبهالوقت كان لازم نطفي الضوء، مضطرة لازم تعدي على عتمة لحالك وحتى الشباك ما بتقدري انه تفتحي، الباب ما بتقدري تسكريه لأنه الغرفة ما لقلك، لما بتخافي من رعد السماء ما في قدامك إلا تغطي راسك بالحاف لأنه ما عندك أم تنامي بحضنها، لازم ما توقعي لأنه ما في وراك حدا يسندك، مضطرة تضحكي. لحتى ما يشفقوا عليك أنا كتير محظوظة. لا تفكر الكل بإيدك قاوي، أنا بابا المدير كان سند لإلي، سند بوقت أنت لازم تسنديني فيه تركتيني، أما هو لا، مع أنك أنت أمي أنت تركتيني لأنك أنت اخترتي، أنا تركت بدون ما أقدر أختار. فهمت صح، معك حق، بعرف ما راح تسامحيني، بس إذا بتريدي أنا ما عمل شي بستاهله يا بنتي، خلصت معك كرمالي.
خالي آسيا، شوفي ليلي وين الشغلات؟ شو هني؟ يلي من الصالون جبنة؟ لا مدورين. اسمعيني سهام، أنا إذا بتريدي شوفي سكرت. هي معروفة، شو قالت؟ ممكن ما تتصل مرة تانية؟ كنت إلا مو ممكن، ما عطتني فرصة حتى لو ما عطيتك. سكوت، أصلا كل البلهاب منك. أنا شو إلي علاقة؟ أنت واحد غبي. شبك يا عم بمزح. آسيا وينك؟ أنا هون حبيبتي أيلول. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. صحي وين الجرايد؟ لازم يكونوا محطوطين على الطاولة. مو تبع اليوم، القديمة. هدول لميتهم كلهم وضبيتهم. ليك هنيك بدرج الكوميدينا. شو بدك فيهم؟ في شي؟ لا ابدا، فيها مقالة. اهلين فرات بيه. اهلين آسيا. أيلول هون؟ ايه اجت هلا من شوي وهلا طلعت لغرفتها. طيب أيلول؟ أيلول؟ شوفي شو القصة، اتصلت فيك ما عم تردي. شو هاد؟ شو هاد؟ كأنه أنا اللي سألتك. إعلان. ما له علاقة فيني؟ لا. شو معنات هالحكي أيلول؟ طيب هاي غادة. غادة ايه، بعدين من وين جبتيها؟ عم تفتش بغراضي؟ لا من درجي. لا ما اخذتها من درجك. مو صحيح. طيب اذا بدك تأكد تعي.
اخذتيها من درجة على شو بدي اطلع ليك؟ تأكد. ما بعرف شو عم تعملي. مو انا اللي عم اعمل، انت ايلول. يلا افتحوا. ليك معي. من هون. رحتي لعندها؟ سعاد خانم عطتك اياها؟ فرات ما في وحده اسمها سعاد. كيف يعني ما في؟ نحن انتو التقيتوا بخديجه اران. شو فرات ليش هيك عملت؟ أنا طلبت منك أم، جاوبني قلي شو؟ قلت لحالي هي أمك ولازم تشوفيها. أنت شو عرفك أنا شو لازمني؟ أمي أنا، أمي بتحب تشوفني وما تتخلى عني، هي أمي. حكيت لها شو عشت، كل شي موجود هون. أحلام طفلة انتركت بالشارع، عم تحكي مع أمها يلي ما شافتها. أم لا بقدر إنه شوفها ولا حتى أسمعها، بس هي معي وهلأ خسرتها بسببك أنت. ما ضل لي أم، هي هي مصلحتي. رد علي أيلول. إذا بتريد لا تعتذر. سهلة صح، لقيت أمك. ما خطر ببالك شو يلي رح حس عن جد. شكرا إليك. ما في مشكلة. نحن منزبطهم، أنت لا تتعذبي. لا شو هالعذاب هلأ، أنت بس طمنيني. كيفكن سوا؟ طيب هلأ بقدر أسألك سؤال؟ طبعا. شو عم تعملي؟ يعني شو صار؟ أنت ما عندك خبر؟ عن شو؟ عن عرسي. يعني عن جد؟ مين؟ مساء الخير، كيف الجواد؟ منيح ومنيح. يا عمري هالبيبي. لا لا لا. شو حلوة وهنية. وين عايدة؟ ما اجت. ليش شو في؟ ما بعرف، بعتتني بدالة. بكرة عنا بالمحل في تنظيم حفلة وبدها تشتغل بالتحضيرات له. شو وينها بنتي الحلوة؟ حبيبتي. شغل شغل شغل. شايفة؟ هدول انت بدون يتزوجوا يعني، بس تطبق الأربعين تركوها بقى خلاص. شو بنتي مو صحيح؟
لك يا سلام للحلو بدي اكلك اكل. شو بك كنان؟ شو هو الموضوع المهم؟ شوفي عايدة، انا فكرت منيح. شوفي ما في شيء، قصدي بس مسافر. شو عم تقول؟ يعني بدي اياك تسافري معي. شو هدول؟ تذاكر. لوين؟ نيويورك. نيويورك؟ ايه جهزت عطلة حلوة إنا. أمي مجهولة، حاسة اللي حواليها غرب عني، يعني مثل الفضائيين، أو إنه أنا الغريبة. من هلأ اشتقت للبنات كتير، معلش بدي أتحمل، بدي إنه أنجح بشغلي، لأنه إذا ما نجحت رح زعل الكل مني وأنا ما بيهون علي. بابا تعي. آسفة تأخرت بالشغل. ولا يهمك. بابا شو في؟ ما في شي. صاير شي مع إيلول؟ وكنا ندور على أمها. ايه لا 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 لا، مو هون، مو هون، حطها هون. هون؟ اها ايه ممتاز، يسلموا ايديك. اسفين يعني عم تشتغلوا من الصبح، عزبناكم معنا. ولا يهمك. الكل مسموح الا ابي ما لازم يعرف. بدي فاجئه ما بيعرف. جواد انا ما قلت لك مو هنيك؟ عفوا عمي. وين قلتي؟ خلص خلص بزبطها. ايه كنت عم اقول لا تخبر ابي. ليش قدرتوا تخبوا عليه لهلا؟ ما كتير عم نقعد مع بعض، يعني في شوية مشاكل هلا. اسمعي لا تاكلي هم شي، بجيب ورشة وما منلبك حدا وبخلص لك كل شغلك بسرعة. شكرا عمي. بدك شي مساعدة؟ لا رح نخلص. طيب ماشي بحكيك المساء، يلا باي. دعوان مين بدك تشوف المساء؟ شو رولا؟ لا وحدة أصغر. شو هالحكي؟ غادة غادة محضرة معرض من صور سيلا بمحل فرات، وبدي يعني روح المساء، يعني كلنا، يعني إذا ما عندك شي اليوم المساء. شو رح يكون فيه؟ ما بعرف، يعني بهالأيام ما عم نقدر نشوفك أو نقابلك بسهولة يا صادق بيك. أنا عم روح عالسوار، بعدين أنا عم بسألك شي. طبعا بتسأل وكل مرة. لا وين المعرض؟ أي ساعة؟ ما بعرف، هي بتخبرني. منيح، أنت ابقى خبرني. شو وين رايح بابا؟ وين رايح؟ رايح على البيت هلا، طمن. عفوا منك. جواد لازم يكون كل شيء جاهز قبل جاية بابا. لا تخافي غادة، ما بقي إلا شوي. كيف ما بدي خاف؟ كيف ما بدي خاف؟ بالله تعال تفضل شوف. شوفي احكي. عن جد جواد مانك شايفها؟ بالعكس. كيف؟ شو كيف حطتها بالمقلوب؟ أنا اللي علقتها. هيك قصدي. صدقت. يا بنت أنت شو فهمك بالإبداع؟ أنت سطحية وبتشوفي بس الظاهر. أوكي خلاص رح زبطها، يعني حبيبتي بتعرف وقادرة مني، ما هيك؟ عرفت انه نقدر نحكي؟ طبعا فيك تفوت. شكرا.